30 عاما ونيف وحي النداء شمال النجف بلا خدمات، سنوات طويلة يضطر الأهالي إلى جر أسلاك الكهرباء وأنابيب الماء من مسافات طويلة بسبب افتقار الحي لأعمدة التيار الوطني ومنظومات المياه، أمر دعا المواطنون للتظاهر. هذا الحي ماكو أي، مع احتراماتي للأخوة المسؤول، ماكو اهتمام إليه، ماكو توجه، ماكو إعمار إليه. إحنا ساعدنا مجمعات تبعد عن الشارع عن السكن 3 كيلو، تبليط، ماي، كهرباء، مدارس، كافة الخدمات. إحنا هم نعتب على أخوتنا المسؤولين حاليا مجلس محافظة بالمحافظة أن يتوجهون لأخوتهم هذولا حي النداء. تعمل الحكومات السابقة والحالية الموازنات انفجارية للحكومة المحلية 500 مليار 700 مليار، ما شفنا يعني بالموازنة هذا الحي أي مشروع، لا مجاري، لا تبليط، لا مدارس، لا خدمات. يعني أبسط الخدمات تلقيها ما موجود، أفتر هسه بالحي كله المي والكهرباء، إذا ستطلع للبيوت وشوفها أقل صندق 500 متر 700 متر. وبالإضافة إلى نقص الخدمات تعاني مناطق واسعة في حي النداء من قلة المدارس، فيجبر المواطنون لإرسال أبنائهم لقطع مسافات طويلة وخطرة للوصول إلى ما موجود من مدارس، على الرغم من موقع الحي القريب من مركز محافظة النجف. أكو يعني النجف إلى مخصصات، إلى هواية مخصصات، يعني ميزانية تختلف عن باقي المحافظات. ليش إحنا هذا الحي مهمش؟ هذا الحي لا بي خدمات، لا ماء، لا كهرباء، لا مدارس. إحنا هسه طلعنا مظاهرة سلمية بيها سكنتها ما يقارب 3000 دار، ما يقارب 15000 16000 نسمة. هاي المنطقة 16000 17000 نسمة ما بيها مدرسة، وانت مثل ما قاعد أشوف هسه احنا واقفين على شارع 60. طبعا احنا بالنسبة للمدرسة، المدرسة جهالنا المدرسة تبعد عن هاي المنطقة ما يقارب 2 كيلو 3 كيلو. ويبدي المواطنون استغرابهم من تجاهل الجهات الحكومية لمطالبهم بتوفير الخدمات الأساسية لمناطقهم في ظل استمرارهم في تكرار مناشداتهم طيلة الفترات السابقة. وعلى الرغم من الموازنات المالية الكبيرة التي حظيت بها النجف في السنوات الماضية، إلا أن أحيائها الشمالية تشهد ضعفا في تقديم الخدمات الأساسية رغم كثافتها السكانية. من حي النداء شمال النجف، ولا لطيف، زاغروس تي في.